ما انضمينا من عندنا عاوة، وعندما شفنا بداية الاعتصامات وكنا نحاول حلول سلمية خارج البلد من أزمة، ولكن الوضع والمعارك وسفك الدماء هو الذي أثر علينا نحن ننضم أخيرا. شكرا. والشيخ مروان يحيى محسن صلاح من مشايخ مديرية الرضمة، أنت من المنضمين مؤخرا إلى الثورة الشباب السلمية، لماذا؟ اشتياط النظام حتى يزول النظام. المبادرة الخليجية يعني مخرج للأزمة، وبعضها من حقن الدماء، ولكن نرى أن النظام لا يريد حقن الدماء، لا زال مصمم على إزهاق الأنفس وعلى إراقة الدماء وعلى مواصلة الجرائم التي يرتكبها في كل يوم. نحن مع الثورة السلمية إن شاء الله حتى يعني يتحقق أهداف الثورة بإذن الله تعالى. بالنسبة لمنطقة يريم هي لم تعتبر ساحة جديدة، لأن أبناء يريم هم كانوا في المقدمة وكانوا في جميع الساحات في الجمهورية، وإنما حتى يعطوا زخما لهذه المدينة ويلفتوا انتباه إخوانهم في المحافظات الأخرى عملوا على إنشاء هذه الساحة وبدأوا يوحدوا صفوفهم في هذه الساحة، وإلا فإنه في كافة الساعات ومنذ الانطلاقة الأولى لهذه الثورة الشبابية. بالنسبة للمبادرة الخليجية اللقاء المشترك والثورة رحبوا فيها في بداية الأمر، رغم أن الشباب الثورة في كل الساحات رأوا بها مخرج لرأس النظام الإرهابي القصابي الذي اقتصر السلطة منذ 33 عام، إلا أن رأس النظام هذا لم يلتقط الفرصة التي منح إياها. ومع كل هذا القلب المشترك كلقى مشترك لا زال يعمل لإخراج الأزمة بالطرق السلمية، إلا أن رأس النظام وخصوصا المجرم علي عبد الله صالح لا زال يعمل على أدخال اليمن في معركة قاحنة، لم يستفيد من ما حصل مع معمر القذافي. ومع كل هذا نحن مع المبادرة، إلا أننا نحن نؤكد أن علي عبد الله صالح لا زال يأخذ من المبادرة جزء من المراوغة ومد الحبال، معتقد هكذا أنه الزمن ممكن يكون بصالحه، مع أن الزمن لن يكون بصالحه، وولى علي عبد الله صالح ونظامه والشعب اليمني خرج، ولا يمكن أن يبرح الساحات حتى يسقط النظام وكل أزلامه وأركانه أينما وجد. إن الشعب اليمني قام بثورة من أقصاه إلى أقصاه، من أدنى إلى أدنى، بكل شرائح المجتمع قامت من أجل الثورة وارتضوها سلمية، وسيأخذوا حقوقهم بالسلم ولن يتنازلوا عن أي حق من حقوقهم. من ثم إن إرادتنا الثورية ترفض الالتفات إلى أنصاف الحلول أو أن ترضى بنصف حل أو ترضى بحل يأتي من الخارج. الإرادة الثورية هي أعلى وأرقى وأعتى من أن ترضى بنصف حل يأتيها من الخارج أو بقرار دولي أو بقرار خارجي. القرار سيأتي من داخل الوطن، ورجال الوطن هم الذين سيقومون باتخاذ القرار الذي سيحسم الأمر بإذن الله، والثورة ستنجح بإذن الله مثيلة أمثالها في بقية الدول. نحن يهمنا وقع لصالح على المبادرة قبل الموقع، نحن قلناها ولا زلنا نقولها وسنظل نقولها، نحن خرجنا إلى هنا في ثورة ولن نرجع حتى تحقق كافة أهداف الثورة، حتى نقبض على هذا السفاح ونحاكمه، وكان الأحرى بإخواننا في الخليج والمجتمع الدولي أن يجمدوا أرصد علي صالح وأن يرفعوا الغطاء عنه، لا أن يعطوا ضمانات أو يطالبوا ضمانات لعلي صالح. ونظل نفتح ساحات وساحات المساحة حتى نملأ اليمن ساحات ولن نتراجع. نقول لعلي صالح أن الضمانات لن ننفعك، دول الخليج التوقيع على المبادرة، كل هذا أمور تخصك أنت ولا تخصنا، قرارنا واحد ورحيل علي عبد الله صالح بالقوة أو محاكمته، ولن يفلت من العقاب، وبسلميتنا وصبرنا سوف ننتصر، وسنظل بفتح ساحات جديدة وتصعيد جديد للثورة، ولن نرضى بأي قرار دولي يضمن علي صالح حصاناته أو معافاة المحاكمة. وشكرا. بالنسبة لفتح ساحة جديدة هو واحدة من الخطوات لتصعيد الثوري، وسيستمر فتح ساحات جديدة بإذن الله في كل محافظات الجمهورية ومديرية الجمهورية، ولكي تصل الثورة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية بإذن الله، وهذا خط الثورة وسيواصل مشيه بإذن الله، وستنتصر الثورة بإذن الله عز وجل. ثقتنا بالله كبيرة ولا نثق في أحد أكثر من الله عز وجل. بالنسبة كأن هذا من التصعيد الثوري الذي تنهجه الثورة السلمية الشبابية الشعبية
على مستوى الجمهورية. هذه ساحة من الساحات الجديدة التي فتحناها في محافظة إب، وتعتبر من أكبر ساحات الجمهورية، والتي ستستمر ساحات المحافظة إن شاء الله في أكثر من مديرية، تصعيدا ثوريا حتى يسقط هذا النظام ويحاكم وتجمد جميع الأنصبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أن المبادرة الخليجية لا تعنينا شيء ولا تؤثر شيء في حياتنا اليومية ولا في حياتنا الثورية، لا في ماضينا ولا في مستقبلنا، ونحن لا ننتظر مبادرة من أي دولة خليجية أو غيرها أو أجنبية، ولن نتنازل لها، فنحن بلد الحكمة وبلد الإيمان. في ساحة ريب هدفنا من استحداث ساحة في ريب هو دليل على أنه لو جود رهان علي عبد الله صالح على أن الوقت سيجعل الناس يعودون إلى بيوتهم. استحداث الساحات الجديدة التي بدأت الآن وانتشرت هي عبارة عن تصعيد ثوري، وهي عبارة عن أننا لن نرجع ولن نعود إلا شهداء أو منصورين. رسالة إلى بقايا النظام أنهم لا يراهنوا لا على وقت ولا على أرض. نحن بذلنا الأرواح، بذلنا الدماء، لن نعود، دماؤنا ليست رخيصة، لن نقبل أي مفاوضات، لن نقبل حصانات، لا حصانة لقتلة، لا حصانة لمجرمي حرب. على علي عبد الله صالح وأعوانه أن يفهم أننا لن نخاف، كسرنا حاجز الخوف وخرجنا، دماؤنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن، فداء للشهداء. وعلى جميع دول الخليج أن تعلم أننا لن نقبل حصانة ولن نقبل مفاوضات، عليها أن تدعم الشعب. هي ترى ما في الساحات، ترى الملايين في جميع الساحات، مع ذلك ما زالت باقية ومصممة على بقاء هذا النظام الفاسد في الحكم. نقول لها لا تحلم ولا تنتظر أن نقبل أي مبادرة، المبادرة وعد للثورة اليمنية، ونحن نرفض المبادرة هذه. No protection for Kailas. They kill us. They killing us. They burning us. They want to kill their people. And I want from all the United Nations, from America, from France, from all Arabian countries, from all countries, from all freedom to stop killing. They kill us. They arrested us. There no electricity, no water, no food, no gas, no oil.